عايز تعرف ايه افضل المناطق للاستثمار السكني في كندا ولمدة 5 سنين جايين؟ يبقى خليك معانا النهاردة علشان هنتكلم عن افضل المدن للاستثمار السكني في كندا ل2020 ولمدة 5 سنين جايين. متروحوش في اي حد. قبل ما نبتدي الفيديو لازم نفهم انه الاستثمار السكني في كندا اول استثمار ليك هيكون هو اصعب استثمار. اول استثمار هو ده اللي بيديك الخبرة الكافية للتعامل مع جميع المشكلات اللي ممكن تقابلك مع المستأجرين، ده رقم واحد. ازاي تتعامل مع البيت وصيانته، ده رقم اتنين. ازاي ان انت تبقى عارف الكاش ان بتاعك والكاش اوت بتاعك من هذا الاستثمار وتقدر تقيمه وتتلافى مشكلات اللي ممكن تظهر لك في خلال هذه الفترة الخاصة بالاستثمار وفي الاستثمار الجديد. مفهوم الاستثمار عندنا لازم نفهمه ونوضحه للناس اللي بيشوفونا النهاردة، وده عبارة عن حاجتين: الكاش ان، وده اللي بيجي شهر بشهر من قيمة الإيجار اللي بيودعه المستأجر في حسابك، والابريشيشن للعقار نفسه، أو بمعنى أصح الاستثمار الخاص بالوحدة العقارية اللي حضرتك بتشتريها واللي بيحصل لها زيادة سنة بسنة. فلازم تكون فاهم كويس جدا أن الاستثمار هنا في العقار بيعتمد على الحاجتين دول. يا دي النيل قروا بقى على العالم. الزيادة السنوية بتبتدي من أول 5% في السنة للعقار على حسب النوع بتاع العقار ايه ومكانه كمان فين، بالإضافة طبعا لعمر العقار. وزي ما اتفقنا انه اقل قيمة للاستثمار السنوي او الابريشيشن السنوي هي 5%، قد تصل ل 7 و10% في بعض المناطق. خلينا نوضح بعض النقط اللي مهم جدا ليك كمستثمر انك تفكر فيها عند اختيار المدينة اللي هتستثمر فيها هذا العقار. رقم واحد وهو التنوع في عملية العقارات الموجودة في المدينة، دي لازم تكون فاهمها كويس، بمعنى لازم يكون المدينة فيها عمارات سكنية، لازم يكون فيها تاون هاوسز، لازم يكون فيها سيمي ديتاتش، لازم يكون فيها بيوت ديتاتش. فبالتالي لما بيكون هذا التنوع موجود في هذه المدينة، يعني لا يطغى حاجة معينة على حاجة معينة في العدد في هذه المدينة اللي حضرتك هتختارها مثلا للاستثمار، ده بيكون نوع من أنواع الجذب للناس للمهاجرين، وهم أهم النقاط اللي بيتم استجذابهم لهذه النقطة، هو موضوع التنوع، أو للناس العادية المقيمة. لان كتير جدا من الكنديين بيكون الكونسبت عندهم انا بتخرج من الجامعه بشتري شقه، العيله بتكبر عددها شويه ببتدي اروح لتاون هاوس، العيله بيكبر عددها اكتر بشتري سيمي ديتاتشد او ديتاتشد بيت منفصل. لما الولاد بيكبروا وبيبتدوا يطلعوا بره البيت كل واحد في بيته الخاص، انا برجع تاني، وبيكون طبعا الاب والام خلاص كبروا في السن، بيرجعوا تاني يشتروا شقه وبيبيعوا البيت الكبير بتاعهم اللي هم كانوا اشتروه، وبيكون هو ده عباره عن الحصاله اللي قدروا يعني يحوشوا فيها الفلوس على مدار كل السنين اللي عاشوها. فلازم تفهم الكونسبت اللي بيفكر فيه الكنديان ازاي يتعاملوا مع الوحده اللي هم بيشتروها أو حتى بيأجروها، لان الكونسبت واحد سواء كان في الشراء او سواء كان في الايجار. النهاردة لازم تكون متأكد ان المدينة اللي انت بتختار فيها او اللي هتعمل فيها هذا الاستثمار لازم يكون فيها الفرايتيز بتاعة العقارات دي كلها. يعني مثلا لو كان في مدينة بيكثر فيها تاون هاوسز عن الشقق، يعني شقق تكاد تكون بسيطة جدا، ما بيفضلش فيها الاستثمار لان هي مش هتكون نوع من انواع الجذب للناس. ناس كتير هتقول لا انا بحب دايما ان انا اجر شقة، فانا مش هروح المدينة دي لان ما فيهاش فرايتيز كتيرة من الشقق، خلينا نروح مدينة تانية. فانت بتخسر هذه الشريحة كمستأجرين عندك، فبيكون ريسك برضو لازم تكون عامله في حسابك. بانجليزي دي يا مرسي. النقطة التانية اللي هنتكلم عليها وهي الـ diversity of the community، يعني بمعنى أصح إيه؟ إنه لازم يكون الـ community اللي موجودة multi culture مش من جنسية واحدة. ليه؟ لأن لما بيكون الغالبية من جنسية واحدة فهم ليهم هيكون ليهم نفس الـ attitude، نفس النوعية في التعامل أو نفس منطق التفكير أو نفس الأسلوب بتاع التفكير. فبالتالي أنت بتحط ريسك كبير عليك لما بتيجي تختار مدينة أو منطقة فيها نوعية واحدة بس من الناس، أو تغلب على طبيعتها أو سكانها جنسية واحدة. أنت لازم تختار حتة فيها مختلف الجنسيات، فبالتالي
دي نقطة أو ريسك معين لازم تفكر فيه وانت بتحدد المكان اللي هيحصل فيه الاستثمار العقاري أو الوحدة اللي انت هتختارها، هتختارها في أنهي مدينة. النقطة الثالثة وهي نقطة اختيار العقار نفسه. في كتير من الناس بتفضل ان هي تبتدي مثلا لان هي مش عايزة اي نوع من انواع الريسك، امكانيات المالية مش كبيرة او كده، فبتفضل ان هي تبتدي الاول بان هي تشتري تاون هاوس وتأجره. وفي ناس بيبقى عندها الإمكانية ان هي يكون عندها مثلا سيمي ديتاتش لمدخل منفصل للبيزمنت، فبالتالي هي بتسكن في الدور اللي فوق اللي هو الأبر ليفل وتأجر البيزمنت سواء كان لشورت تيرم من خلال الاير بي ام بي مفروش، شورت تيرم يعني فترات قصيرة قصيرة المدى، او لونج تيرم بعقد سنوي. فده برضو بيختلف على إمكانياتك المالية وعلى فكرك لنوع الاختيار الأمثل لنوع العقار اللي هتعمل فيه استثمار. في ناس لا ما بتفرقش معهم، بيكون عندهم الامكانيات اكبر شوية فبتفكر ان هو مثلا والله مجموعة من الاخوة هيشتركوا مع بعض، هيشتروا حاجة زي مثلا فوربليكس كل يونت مثلا فيها 3 غرف او فيها غرفتين، فبالتالي بيكون دخل اكبر ولكن في نفس الوقت بيكون محتاج قيمة اكبر للاستثمار. وطبعا كل ما بيزيد عدد الوحدات اللي انت هتستثمرها هيكون العائد اكبر. وان شاء الله هنتكلم في حلقة منفصلة بتفاصيل اكثر عن المصاريف اللي بترتبط بالاستثمار علشان خاطر تكونوا دارسين اكتر وعندكم فكرة اكبر لموضوع الاستثمار والمصاريف المرتبطة به، وتقدروا تحددوا انتوا هتروحوا وتختاروا اي نوع من الاستثمار العقاري داخل كندا. استكمالا للنقطة اللي ذكرناها قبل كده، موضوع الشراكة مهم جدا في الاستثمار لانه بيقلل عليك قيمة الريسك اللي ممكن تقع على الفرد الواحد، وبيقلل كمان من قيمة الفلوس اللي بيحطها الفرد الواحد في هذا الاستثمار، فبالتالي بيكون العائد مناسب لكل فرد من أفراد الناس المشاركين في هذا الاستثمار. بالذات لو هياخدوا حاجة كبيرة جدا يستثمروا فيها، عمارة سكنية فيها عدد كبير من الوحدات أو مثلا مجموعة كبيرة من التاون هاوسز دي يكون مثلا معروضة للإيجار مجموعة كبيرة، وده بيكون موجود ومتاح هنا في كندا، فوربلكس، أي نوع من أنواع العقارات حتى لو كان هذه العقارات عقارات تجارية. موضوع الشراكة ده بيكون برضو فكرة هايلة مجموعة من الناس تكون تعرف بعض تشترك مع بعض وتبتدي الاستثمار العقاري. نقطة مهمة كمان وهي وجود الخدمات في المدينة اللي هتختار فيها هذا الاستثمار، وجود جامعة، وجود مدارس برانكينج عالية، وجود المحلات التجارية الكبيرة أو المولز، كل الحاجات دي بتفرق كتير قوي معاك في الاختيار للمدينة اللي هتعمل فيها هذا الاستثمار العقاري. طبعا انتم متشوقين دلوقتي عشان تعرفوا أفضل المدن السكنية للاستثمار استثمار 2020 ولغاية 5 سنين جايين، وحنتكلم عنهم دلوقتي. أول منطقة عايزين نذكرها هي الووترلو. كل المدن الثلاثة اللي تبع الووترلو يعتبروا من أفضل المناطق للاستثمار خلال 5 سنوات القادمة، وأولهم كامبريدج، كيتشنر، وكمان ووترلو. وطبعا بعد التوسعة اللي بتحصل في الفرق وان دلوقتي هتعمل جذب كبير جدا للثلاث مدن دول، والثلاث مدن دول خلال 5 سنوات الجايين هيكونوا حاجة تانية بأسعار مختلفة تماما عن دلوقتي. وجود الجامعة، الدايفيرستي اللي موجودة في الكوميونيتي مختلفة جدا، وكمان مهم جدا ان كتير جدا من المهاجرين الجدد بيفضلوا ان هم يرتجهوا ناحية ووترلو وكامبريدج وكيتشنر عشان يكونوا قريبين من الجامعة، وده مهم جدا لانه بيستقطب عدد كبير من الناس. وجود خدمات ممتازة في الثلاث مدن، وجود الجامعات، كل الكلام ده بيعمل استقطاب هايل جدا جدا للووترلو امبريلا او الووترلو ريجن. الثلاث مدن دول هيكونوا او نقدر نحددهم النهاردة انهم رقم 1 في المدن الاستثمارية الافضل اختيارا لل5 سنوات القادمة ان شاء الله. المنطقة الثانية اللي عايزين نتكلم عنها هي منطقة هاملتون،
وتحديدا المنطقتين اللي هنتكلم عنهم دول، منطقه ستاني جريك وبام بروك. المنطقتين دول يا جماعه يعني اللي متابع السوق وشايف وضعهم عامل ازاي من سنتين وثلاثه فاتوا وشايف النهارده وضعهم عامل ازاي، الفرق كبير جدا، عدد كبير جدا من الناس، لدرجه انه في ناس من قبل ما بتيجي بتحاول ان هي يعني تأجر في هاملتون تحديدا، لان برضو اسعارها مش عاليه كتير، وفي نفس الوقت العقارات فيها لغايه دلوقتي يعتبر اسعارها مش عاليه كتير، تقدر ان انت تعمل استثمار ممتاز جدا اذا اخترت في هاملتون وتحديدا المنطقتين اللي انا ذكرتهم دول. مهم جدا ان انتوا تخلوا بالكم انه هاملتون مدينة هايلة جدا، واحنا كنا عملنا فيديو خاص عن هاملتون، ياريت تتفرجوا عليه، هيظهر لكم اللينك بتاعه دلوقتي، تقدروا تتفرجوا على الفيديو وتعرفوا قد ايه هذه المدينة، مدينة عريقة اي نعم مش، وزي ما اتفقنا المناطق اللي احنا حددناها هي دي يمكن الاكثر مناطق اقبالا على الاستثمار، وهيكون اختيار ممتاز ليك في خلال الخمس سنوات الجايين. كانت من ضمن المناطق المهمة جدا واللي تم ذكرها في التقارير الخاصة لاختيار أفضل المناطق للاستثمار، لو احتجتوا معلومات أدق ومعلومات أكثر تفصيلا عن اختيار المناطق، عن اختيار الوحدات، عن كيفية الاستثمار العقاري، وحتى كانت بمبلغ قليل، نقدر نساعدكم إن شاء الله من خلال التواصل معي، رقم تليفوني بيظهر في آخر الفيديو على الكارت، والإيميل كمان بتاعي موجود على الكارت، تقدروا تتواصلوا معايا في اي وقت، وان شاء الله اقدر اساعدكم بكل التفاصيل اللي هتساعدكم انكم تعملوا اول استثمار عقاري في كندا باذن الله خلال الفترة الجاية. بشكركم جدا على متابعتكم للفيديو النهاردة، مع تحياتي دينا الغندور، وكيل عقاري في كندا اونتاريو. سلام عليكم.